طبعا احنا السنه دي الحقيقه يعني كمان التوقيت بالنسبه لمهرجان سماع هو النهارده، بنحتفل جميعا بيوم السلام العالمي، فاحنا بنبعت رساله سلام من ارض مصر الطيبه من خلال مهرجان سماع بالموسيقى للعالم كله. النهارده احنا موجود معانا 15 دوله، منهم 8 دول من افريقيا، لان طبعا ضيف الشرف، حوارات وثقافات متنوعة ومختلفة على مدار الأيام. المهرجان نحتفل بيوم السلام العالمي من خلال ال 15 دولة اللي موجودين معانا وحضروا معانا وأرسلوا رسائل للعالم كله. أعتقد دي أجمل رسالة ممكن تكون.